ويا ترى مين فينا ما نفسوش ان عداد المشتركين يكون بالشكل ده، شغال بشكل مستمر، وبصراحة ممكن يجيب الألف مشترك في اقل من 4 أو 5 دقايق. وانا متأكد ان قناتي قريبا جدا ستحصل على الدرع الفضي لان محتواها مميز. القناة دي عملت بعض النصايح، وانا هتكلم معاكم عن النصايح النهاردة. واول نصيحة ان اول فيديوهاتها واول كلمة بتقولها بتكون 15 ثانية محفزة بنسبة 100% وبدون مقدمات طويلة وبدون اي رتم بطيء، وتكون عبارة عن جملة او جملتين مع انترو قوي في البداية. من الاخر صاحب القناة بيهتم بشكل اكبر ازاي يجذب المشاهد داخل الفيديو اطول فترة ممكنة لاقناعه بالاشتراك. رقم 2، اهتم بجودة الصوت اكتر من الصورة. الصورة عنده لسه فيها تركاية، ولكن الصوت كان الافضل، لان واحد من اهم عوامل نجاح اي منشئ محتوى على اليوتيوب هو جودة الصوت، لان الصوت بيتسمع قبل ما يتشاف. وبصراحة فرصة انك تكون الفيديو ليست جيدة بقى طبيعي جدا عند مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى، نتيجة انهم ما عندهمش كاميرات وافضل اي كاميرات وافضل حاجات من الحاجات دي. ولكن الصوت مهما كان بايظ انت عندك اكتر من برنامج تقدر تعمل عليه تحديث بالاي اي. اهم عوامل نجاح اي فيديو على اليوتيوب هو تحقيق اعلى واقصى معدل للسي تي ار. السي تي ار يعني نسبة النقر الى مرات الظهور. ظهر فترة اطول، فبالتالي هنا اليوتيوب هيقترحه اكبر لو كان في تفاعل من قبل المشاهد. وكمان متوسط مدة المشاهدة اللي بيساعد كتير جدا من منشئ المحتوى ان هو يقعد اطول فترة داخل الفيديو، فبالتالي هنا اليوتيوب يبدأ اقتراح الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. وعايز اقول لك ان الفيديوهات المقترحة دي تشمل الصفحة الرئيسية، ميزات التصفح، الفيديوهات المقترحة، الصفحات اللي هتظهر في صفحة البحث، كل الكلام ده انا وانت وكلنا عارفينه. القناة دلوقتي هتدخل معاك 25,000 مشترك. 25,000 مشترك، الناس دي تعبت جدا علشان توصل للموضوع ده، وانا بنفسي بدير قنواتهم في اختيار عناوين يكون مهم جدا، عناوين ووصف وصورة مصغرة بالاي اي. انا شغال بالبي اي. الف مبروك على 25,000 مشترك يا صاحبي. انا بشتغل بالاي اي وشغال على قد ما اقدر ان انا اجيب عناوين، العناوين دي تكون عناوين مثيرة للمشاهد، مثيرة للشغف. انا عايز حضرتك تفكر بشكل اكبر انك تقدر تكون مكان الشخص ده قدام قوي. انت بس لما تيجي تعمل اعمل صورة مصغرة ملفتة، بلاش تقعد في الصورة مصغرة 3 ثواني، لا اقعد اطول فترة ممكنة داخل الفيديو. واعرف ان 5 تقنيات اساسية لجذب الانتباه للجمهور مع متوسط مدة مشاهدة هيساعدك انك توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فاستخدام المؤثر البصري والافكتات والساوند افكت ونمط الصوت وتغييره وبشكل مستمر، ازاي اقدر اوصل حاجة اللي انا عايز اقولها بتفكيري، ومبدأ التشويق ومبدأ التركيز ومبدأ النمط القصصي والالقاء، كل الكلام ده مهم جدا لمحتويات كتيرة للأسف الشديد احنا مش بناخد بالنا منها. كتير جدا من شروحات المتوحد فكرة بتكون متجهة لقنوات الطبخ، متجهة لقنوات جيمينج، ولكن نادر جدا لما تكلم عن قناة قصص زي دي وقناة اخرى نفس الموضوع بتتكلم عن التاروت. يعني انا شايف ان القنوات دي تعتبر من القنوات الناجحة قوي 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 الفترة الاخيرة، وده السبب الحقيقي اللي يخلي اي شخص يشترك وهو مغمض عينيه. المصطلح المعروف واللي معروف عند الخبراء كلهم ان اي حاجة ناجحة هي اللي بتجيب الزبون، مش العكس. مش العكس، الزبون ما بيروحش لحاجة يدور عليها، هيكون عنده اختيارات، لكن الناجح بيوصلك لحد عندك. عايز اقول لك واوضحها لك بشكل كامل
ان عليك تكون متطلع ما هو جديد في محتواك علشان تبدأ تتكلم عنه، سواء كنت محتوى تعليمي او سفر او تطوير ذات او تنمية شخصية او مطبخ او روتين، روتينات الشتاء اللي تدخل بدري والكلام ده، لان جودة المحتوى مش زي ما انت فاكر هو مجرد تصوير فيديوهات وخلاص، لا ده جودة المحتوى ليه اكتر من عامل، ليه اكتر من طريقة، ليه اكتر من سبيل ان يوصلك. لازم تكون عارف ان الشخص شايف ان محتواه رائع جدا، ولكن لما يجي يتحط قدام الامر الواقع بيقلب بطيخة بلدي. 10، كيفية تحقيق فيديوهات افضل بالاعتماد على الاضاءة المناسبة. الاضاءة المناسبة مهمة جدا لاي منشئ محتوى، وانا متأكد ان حضرتك لو جيت بصيت عليها دلوقتي هتلاقيني قدام كاميرا دلوقتي، الكاميرا دي او الاضاءة دي اضاءة غالية، ولكن انا ذات نفسي مش افضل حال. هنا لازم اعمل ايه؟ اروح اعمل تنظيف العدسة الامامية. بص بقى، اختلف 180 درجة. يعني في اسباب علشان تخلي ظهورك يكون اسرع وافضل. فهم يا صديقي ان حضرتك محتاج علشان توصل للعداد ده بشكل مستمر ان يكون عدد الانطباعات لكل الفيديو قوي. ان الانطباعات دي اصلا لكل فيديو حسب مكانها الصفحة الرئيسية، الاشعارات، معدل الاحتفاظ بالجمهور بيزيد، الكلمات المفتاحية خاصة بكل فيديو، التفاعل مع الفيديو من لايك وكومنتات وديسلايك، والكروت البطاقات النهائية، شاشة النهاية، الحاجات دي كلها مع معدل ارباح ونوعية. الكلام ده كله هو اللي هيساعدك. ولكن رقم 12 انا خليتها في النهاية علشان هي سبب من الاسباب اللي بتحصل قدامنا خالص، في الارتفاع الجنوني. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ارتفاع ده ولا ارتفاع جنوني؟ ايه ده؟ في ايه؟ بتوع الفكرة مش فاهم حاجة، في ايه؟ والله انا زعلان. لا ما تزعلش، الراجل ده لعبها صح، حرفيا لعبها صح. الراجل ده عمل ايه بقى يا باشا؟ قال لك انا ايه؟ انا هلعب على الترند واشتغل على الترند. الترند واحدة من اهم الكلمات على لسان المبتدئين في جميع المجالات، وكل شخص يريد ان يدخل فيديوهاته في الترند. انا عايز ترند يا ماما، انا عايز ترند. عايز اقول لك ان منشئ المحتوى اول ما بيصحى من النوم يروح يقول لابوه السلام عليكم، هو الترند ايه النهارده يا جدع؟ طب اصحى من النوم الاول، الترند ايه النهارده؟ هنعمل ايه النهارده؟ هو هيعمل ايه؟ عايز يدخل الترند. ولكن الهدف هو استغلال الترندات لاجابه المشاهدات. فمثلا لو الناس بتتكلم في اليوتيوب حاليا عن كيفيه كتابه هذا المقال وهو كاس عالم، الترند هنا مستند على حاجات محدده يمكن استغلالها، والترند ده مش ترند رائج. ولكن لو دخل مع ماتش كوره هيبقى ترند رائج وهيبقى موضوع راجل. علشان كده انت ما تفكرش غير بره الصندوق، استغل الاخبار العالميه بشكل افضل، والاحداث والمواضيع الاقتصاديه والسياسيه اكتر بشكل اكتر ولكن بدون اي مشاكل، والسوشيال ميديا بشكل عام، ورفع فيديوهاتك في اكتر من مكان بشكل اكبر، لان ده هيعود عليك بالنجاح بنسبه 100%. احرص على الربح من اليوتيوب بطرق غير شرعيه، من الربح من التسوق، الربح من منتجات، الربح من عمل الحر، الربح من الخدمات اللي بتقدمها كمتوحد فكره، الربح من التجاره الالكترونيه. كم مرة قلت الموضوع ده برضه وهفضل اقوله بشكل مستمر، انت تقدر تحدد فترة زمنية لفيديوهاتك، حط خطة لقناتك، بلاش تشتغل بشكل عشوائي، وبلاش تخلي فيديوهاتك تشتغل فيديو 8 دقايق وفيديو دقيقتين وفيديو دقيقتين، فيديو 8 دقايق دقيقتين دقيقة، خلي فيديوهاتك متقاربة مع بعض، وكون علاقة قوية مع المتابعين، واستمر في المحاولة في انك تصل إلى هدفك، وما تستعجلش ولا تتنازل على مبادئك يا عزيزي. يا على فكرة بص أقول لك حاجة، والله وعملوها الرجالة ورفعوا رأس مصر بلد. الدنيا الرأس سهل على فكرة، انك ترقص سهل يعني اي حد ممكن، لكن انك تحافظ على قيمك ومبادئك ولا تتنازل عليها من اجل الدولارات، ده النجاح على اليوتيوب عموما، وده نجاح اي منشئ محتوى. علشان كده اللي بطلبه منك انك تركز، ركز في اللي جاي واشتغل. عايز اقول لك ثلاثه، والكلام ده انا مش حابب اتكلمه وانا بعيد عن القران، يعني انا حابب اتكلمه وانا ماسك القران عشان انا اكون ايه، اكون كل كلمه بقولها مش لي عشان ما حدش يقول لك ايه يا عم ده بيعمل كده عشان المشاهدات، ليلى عند المشاهدات انا يا لو عايزين المشاهدات يا لو كلهم كدابين كدابين كدابين. والله لا لا بس بس والله دي الاسباب اللي بتزود مشتركين، ودي الاسباب اللي بتزود مشاهدات، ودي الاسباب اللي ممكن تنجحك. عاوز تعملها اسمع كل كلمة ونفذها، ما عاوزتش اعتبر فيديو عدى من جنبك ولا كأنه ليه اي 30 لازمة.
واتحداك اذا كنت عملت لايك اصلا. لو عملت لايك يبقى انت سوبر مان، لو ما عملتش لايك فانت سوبر برضو ومان. لا ومان، لا سوبر مان، فانت سوبر مان. ماشي شكرا. ولو ما عملتش اي حاجه يا عم انا مش بحبك، مع السلامه يعني. شكرا شكرا. عايز انام والله، انا عامل لك الفيديو وانا عايز انام والله. الساعه 4 و10، سيبني انام، سيبني انام، مش هقعد قاعد. ايه ده 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 في 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 425129. لا مش عايزين وقفه. ايوه 30 30. ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده بقى 30 30 بس 30 بس 31 31 بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده نطي 30. ايوه كده لازم احنا غير، احنا غير. طريق النجاح لازم تعدي على المتوحد فكره. بس يا ترى المتوحد فكره هيستقبلك ولا يقول لك مكانك مش مكاني؟ شكرا للجميع، لان انا مش بمسك اي قناه، انا بختار القناه اللي بمسكها. شكرا.